وللحديث أكثر عن الصراع الأمريكي الإيراني في العراق وزيارة قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاآني إلى بغداد، ينضم إلينا الكاتب والباحث السياسي حسين السبعوي عبر الهاتف. سيد حسين، وكالة مهرة الإيرانية قالت إن زيارة قاآني الأخيرة تمثل رسالة لأمريكا بأن إيران لم تنكفئ على نفسها. هل كانت هناك مؤشرات أصلا على انكفاء إيران بعد مقتل سليماني والعقوبات المفروضة عليها؟ لا، إيران يعني اعتمدت على أسلوب حرب الوكالة، فهي لم تنكف على نفسها ولم تغير سياستها. هذه السياسة اعتمدتها بعد نهاية الحرب العراقية الإيرانية عام 1988. فشلت إيران فشلا ذريعا في مبدأ تصدير الثورة مباشرة بالقوة، فبدأت بالأصالة، أي هي تدخل الحرب مباشرة، فبدأت تعتمد على الحرب الوكالة، وهذه السياسة اعتمدتها إيران ولن تتراجع عنها لحد هذه اللحظة. أعتقد أنه الخلاف الأمريكي الإيراني يدفع ثمنه العراق، نتيجة أنه ساسة العراق تقبلوا أن تكون أراضي العراقية هي ساحة صراع ما بين إيران والولايات المتحدة، وهذا معيب على الساسة العراقية. نعم سيد حسين، بحسب وكالة مهر أيضا فإن الزيارة أكدت تمسك إيران بسياسة توحيد الصفوف تجاه أمريكا كما تقول. برأيك ما الذي يدفع إيران إلى المزيد من التصعيد رغم الظروف الحالية التي تمر بها وتفشي وباء كورونا؟ يعني أولا أعتقد أنه إيران فشلت في توحيد الصفوف لمواجهة الولايات المتحدة. اليوم كلما طالبت إيران بإخراج الولايات المتحدة من العراق، كلما استفزت الشعب العراقي وجعلته يتمسك بالقواعد الأمريكية ليس حبا بأمريكا بقدر ما هو نكاية في إيران. نعم. حتى البيت الشيعي لم تستطع أن توحد صفه الذي هو أقرب إليها من حيث الدين والعقيدة، هي عاجزة أن توحد صف البيت الشيعي في مواجهة القواعد الأمريكية. فإيران تكذب كما تتنفس وتصرح كثيرا، ويعني أرهقت شعبها وتعيش حالة أزمة داخلية ليس لديها حلول إلا تصدير هذه الأزمة إلى العراق وإلى الدول المجاورة. نعم، هناك من يرى أن قآني يحاول لعب دور سليماني في لملمة فرقاء العملية السياسية. باعتقادكم ألا يكشف هذا حجم السيطرة الإيرانية على القرار في العراق؟ يعني علينا أن نسمي الأشياء بمسمياتها. العراق محتل ومهيمن عليه هيمنة كاملة من قبل إيران، أي نقطة رأس سطر. أما قآني أعتقد ليست تلك الشخصية التي كان يمتلكها سليماني، بمعنى لا يمتلك تلك الكاريزما التي كان يمتلكها سليماني. ضربة سليماني كانت ضربة قوية أوجعت النظام الإيراني، أما قآني فأعتقد لحد هذه اللحظة هو فشل، يعني فشل ذريع في توحيد البيت الشيعي وليس البيت العراقي كاملا، المكونات العراقية. سابقا كان سليماني يستمع بالأكراد ويستمع بالسنة ويستمع بالشيعة ويطلب منهم سواء بالعصا أم بالجزرة ويشكل الحكومة ثم يعود. نعم. اليوم قآني لم يستطع أن يقوم بما قام به سليماني. نعم. ختاما سيد حسين، هل نحن أمام تصعيد جديد من جانب الميليشيات التي تصنفها واشنطن أنها وكلاء لإيران في العراق، وكيف تتوقع أن تكون ردة الفعل الأمريكية؟ يعني شوف، أولا من حيث المبدأ أنه إيران وحلفائها صرفوا الكثير من الأموال واستهلكوا الكثير من أن يعطوا الصورة النمطية للعالم العربي والإسلامي على أنهم مقاومة وقد فشلوا في ذلك، هذا من حيث المبدأ. أما هذه الميليشيات التي تستخدمها إيران في حرب بالوكالة مع سواء الولايات المتحدة أم مع غيرها، ما هم إلا مرتزقة يؤذون شعوبهم ومناطقهم وخصوصا العراق وسوريا وفي اليمن وغيرها. فهؤلاء ليسوا إلا مرتزقة تستخدمهم إيران لمشروعها التوسعي سواء كانت مع أمريكا أو ضد الأنظمة العربية. باختصار، إيران هي مشكلتها مع العالم العربي وليست مشكلتها الأساسية مع الولايات المتحدة. لا توجد مشكلة حقيقية ما بين إيران والولايات المتحدة، لأنه لولا الولايات المتحدة ما كانت إيران أن تهيمن على هذه المنطقة العربية وتتبجح بأنها تسيطر على 4 عواصم عربية. هي عاجزة أن تسيطر على عاصمة طهران لو تخلت عن الولايات المتحدة والمجتمع الدولي، لأنه نظام آيل للسقوط فشلا ذريعا في إدارة الدولة الإيرانية قبل أن يدير 4 عواصم. كنت معنا عبر الهاتف الكاتب والباحث السياسي حسين السبعاوي، شكرا جزيلا لك.